لم يكن الكفاح من أجل جمع المال هو سبب تمكنها من الوصول إلى ثرائها الفاحش، بل كان الإرث إلى جانب حسن التصرف والإدارة الحكيمة هي بداية طريقها. فهي لم تبدأ من الصفر، بل كان لديها أرض صلبة تستند عليها، ولقد كان هناك اختياران أمامها، إما أن تسلك طريق الإنفاق والاستمتاع بملايين بل مليارات الدولارات، وإما أن تقوم بالاستثمار والعمل على زيادة حصتها. وعلى الرغم من أن الاختيار الأول كان الأسهل، إلا أنها اختارت أن تكمل طريق والدتها وتثبت أنها هي الأخرى قادرة على النجاح مثل والدتها، بل والتفوق عليها. ولمتابعة رحلة ثراء المرأة الأغنى في العالم، ابقوا معنا للنهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لقد اختارت أن تثبت للعالم أن هناك دائماً مكان للمرأة في القمة، وليس قمة النجاح في بلدها فقط، بل هو النجاح الأكبر، ليصبح اسمها إلى جانب عدد من أغنى رجال الأعمال في العالم، وتثبت جدارتها على أنها تستحق هذا المكان بالفعل، لتكون فرانسواز بيتنكورت مايرز هي المرأة الأغنى في العالم بثروة تعدت 100 مليار دولار. ولدت فرانسواز في عام 1953، وكانت نشأة فرانسواز كابنة كبرى لسيدة الأعمال ليليان بيتنكورت الشريكة الكبرى في شركة لوريال، وابنة الملياردير يوجين شويلر وهو المؤسس لشركة لوريال. فرانسواز هي الابنة الأولى والوحيدة لوالدتها من زوجها أندريا بيتنكورت، وهو سياسي فرنسي معروف شغل منصب وزير في الحكومات الفرنسية في الستينيات والسبعينيات. وكانت والدتها ليليان مقربة للغاية من والدها يوجين صاحب فكرة شركة لوريال التي هي أساس هذا الثراء الكبير، والتي حافظت عليه فرانسواز بل وسعت جاهدة لتضيف المزيد عليها. وكانت طفولة فرانسواز سعيدة ومحمية للغاية، كما تلقت تعليمها على يد سلسلة من الآباء. وعندما وصلت فرانسواز إلى عمر 15، تم إرسالها إلى مدرسة داخلية في سويسرا، وظلت فترة في البداية تتحدث الفرنسية، إلا أن اللغة السائدة في المدرسة كانت الإنجليزية، فتعلمت فرانسواز الإنجليزية وأصبحت تتحدث وتتعامل بها في معظم الوقت، وبالأخص مع أصدقائها في المدرسة، وهم أبناء دبلوماسيين معروفين أيضاً. كما بقيت علاقة فرانسواز مع أصدقائها من المدرسة الداخلية جيدة إلى الآن. وعندما أنهت فرانسواز دراستها، عادت مرة أخرى إلى باريس، وأقامت مع والدتها، ولكن في هذا الوقت كانت والدتها قد تزوجت مرة أخرى، وأنجبت أخاً لفرانسواز، وفي ذلك الوقت بدأت منافسة مستمرة ما بين فرانسواز وأخيها غير الشقيق، والذي حصل على الجزء الأكبر من اهتمام والدتها. وفي ذلك الوقت كان لدى فرانسواز اهتماماً كبير بالعلوم، فدخلت كلية الصيدلة، وكانت طالبة موهوبة للغاية، وكانت مفتونة بالعالم الطبيعي، وقد أمضت معظم أيامها في اكتشاف العديد من الأماكن في باريس، وبالأخص المناطق الريفية منها. وبعد الانتهاء من دراستها أرسلت لتعمل في معامل لوريال. ولقد كان يوجين جد فرانسواز من ناحية والدتها صيدلياً، فطور في عام 1907 تركيبة مبتكرة لصبغة شعر، وكانت منتج ثوري في ذلك الوقت، وأطلق على منتجه اسم أوريال، وقام بتصنيع منتجه الخاص بنفسه وبيعه لمصفف الشعر الباريسيين. وفي عام 1909 سجل شركته باسم الشركة الفرنسية لصبغات الشعر الغير ضارة، وذلك قبل أن يتغير اسم الشركة فيما بعد وحتى الآن إلى اسم لوريال. وقد قام بوضع المبادئ التوجيهية للشركة منذ البداية، وهي البحث والابتكار لصالح الجمال، وعلى عكس فرانسواز التي دخلت المدرسة السويسرية وهي في عمر 15، فإن والدتها ليليان
قد انضمت إلى شركة والدها كمتدربة في نفس العمر، وكان عملها هو مزج مستحضرات التجميل ووضع الملصقات على زجاجات الشامبو. وبعد فترة بدأ والد ليليان يجني ثمرة تعبه، ولكن لم تحقق ليليان المليار الأول وهي بسن صغيرة، ولم تحققه بحياة والدها، وإنما طورت ميراثها لتحقق العديد من المليارات، وهي امرأة ناضجة وسيدة أعمال ناجحة، حيث طورت من أعمال والدها وحققت ثروة هائلة، حيث تولت إدارة الشركة منذ عام 1957. وكانت قد ورثت الشركة من والدها باستثماراتها الكبيرة، وعلى مدار السنوات التالية تمكنت ليليان من جعل شركة لوريال واحدة من أوائل شركات التجميل في العالم بأكمله، والتي يقدر رأس مالها الآن بالمليارات. ولم تتوقف مشاريع ليليان بيتنكورت عن حدود التجميل، ففي عام 1987 قد كان لها توجهات سياسية بسبب وظيفة زوجها، كما أسست مع زوجها وابنتها فرانسواز مؤسسة بيتنكورت شويلر لدعم وتطوير المشاريع الطبية والثقافية والإنسانية بميزانية سنوية تبلغ حوالي 15 مليون يورو، وهي تخصص ما يقرب من 55% من أموالها للتعليم والبحث العلمي و33% للمشاريع الإنسانية والاجتماعية و12% للثقافة والفنون. وفي عام 2008 ساعدت المؤسسة في تمويل جناح موني الجديد في متحف مارموتان موني، فقد كانت ليليان بيتنكورت سيدة أعمال لا يشق لها بنان، ولم تتوقف طموحاتها، فظلت واحدة من المساهمين الرئيسيين في لوريال، ولم تتخلى أبداً عن إرثها من والدها، حتى وصلت لأغنى امرأة في فرنسا، وبلغت المرتبة 14 في قائمة أغنى شخصاً في العالم، وبلغت صافي ثروتها ب44.3 مليار دولار أمريكي. ولكن لم تكن نهاية ليليان سعيدة على أي حال، حيث اتهمت بالخرف والزهايمر بعد أن تبرعت لمصورها الشخصية بنهاية حياتها بما يوازي 1.3 مليار يورو. وقد اتهمت ابنتها العديد من الشخصيات البارزة باستغلال صحة والدتها الضعيفة. وقد أجبرت ليليان بيتنكورت على ترك مجلس إدارة شركة لوريال في عام 2012، ولترحل عن العالم عن عمر يناهز 94 عاما، عقب حياة حافلة بالنجاح والصراع والتحديات في عام 2017. وفي النهاية تركت ليليان في يد ابنتها فرانسواز هذا الميراث الضخم، لتتولى فرانسواز إدارة شركة من أغنى العلامات التجارية وأكثرها شهرة في صناعة مستحضرات التجميل، حيث ورثت فرانسواز ما يتعدى ثلث أسهم شركة لوريال. فمنذ عام 2011 كانت إدارة الشركة من نصيب فرانسواز بيتنكورت، حيث عينت المحكمة بيتنكورت مايرز وصية قانونية على والدتها بعدما تبين أنها مصابة بحالة متقدمة من مرض الزهايمر. ومنذ أن احتلت مكان والدتها على القائمة، وصلت بيتنكورت مايرز تعزيز ثروة العائلة، وهي رئيسة شركة تافيس إنفستمنتس، والتي دعمت من خلالها العديد من المشاريع بما في ذلك مشغل المستشفيات الخاصة الفرنسية ألسن. وبعد أن ورثت ثروات والدتها، أصبحت بيتنكورت مايرز أغنى امرأة على وجه الأرض، وواحدة من أغنى 20 شخصاً في العالم، وهي معروفة جيداً بجانبها الروحي. وقد نشرت مؤلفات حول الأساطير اليونانية والعلاقات اليهودية المسيحية، ولها كتب عن اليهودية والكاثوليكية وأسباط إسرائيل وشجرة عائلة آدم وحواء. وتحمل مايرز الجنسية الفرنسية، كما تعمل في مجلس إدارة لوريال منذ عام 1997، ولديها ولدان هما جان فيكتور مايرز ونيكولاس مايرز، وهما أعضاء في مجلس الإدارة أيضاً. ولم يكن وصول بيتنكورت مايرز إلى لقب أغنى امرأة في العالم من دون اضطرابات، ومن أبرز تلك الاضطرابات فضيحة فرنسية حول محاكمة مثيرة شملت مليارات الدولارات،
وأدت إلى خلاف علني بين الأم وابنتها في عام 2007، حيث رفعت بيتنكورت مايرز دعوى قضائية ضد فرانسوا ماري باني، وهو صديق للأسرة ومصور المشاهير منذ فترة طويلة، بزعم أنه خدع والدتها بأكثر من مليار دولار من الفنون والنقود والعقارات والهدايا الأخرى، حيث أدين وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وأجبر على دفع حوالي 150 مليون دولار كتعويض. وبعد بضع سنوات حصلت فضيحة قانونية أخرى تزعم أن بيتنكورت مايرز رشت شاهداً في هذه القضية. وقد امتلكت بيتنكورت فيلا على الطراز الكلاسيكي في ضواحي باريس في نويي سورسين وحدها على ساحل بريتاني وجزيرة منعزلة في سيشل، وفي عام 2017 وبالأخص في صباح أحد أيام شهر سبتمبر، استيقظت الكاتبة والأكاديمية الفرنسية المعروفة فرانسواز بيتنكورت مايرز لتجد نفسها السيدة الأغنى في العالم على الإطلاق، حيث قدرت ثروتها في ذلك الوقت بحوالي 49 مليار دولار و3 ملايين. وبهذه الثروة حلت حفيدة مؤسس شركة لوريال ومخترع صبغات الشعر في المرتبة 15 على قائمة فوربس لأثرياء العالم. وفي عام 2018 شهدت ثروتها زيادة بنسبة 17% بمقدار 7.1 مليار دولار العام الماضي، حيث حققت شركة لوريال لمنتجات التجميل نجاحات بارزة. وتمتلك بيتنكورت مايرز وعائلتها 33% من أسهم شركة لوريال، والتي سجلت أفضل نسبة نمو في المبيعات خلال فترة تتجاوز عقداً كاملاً. وبلغت قيمة إيرادات الشركة 30.6 مليار دولار في نفس العام. وبيتنكورت مايرز هي رئيسة المؤسسة الخيرية التي أنشأتها عائلتها، والتي تعمل على تشجيع التقدم الفرنسي في العلوم والآداب. وفي عام 2018 أيضاً رحب برنامج الاستثمار المفتوح التابع لها بعلامة جيكا تجارية، وهي العلامة التجارية لمستحضرات التجميل والتي أسستها جيسيكا بلاكر، حيث قدمت مايرز العديد من الإسهامات الخيرية. وبالتعاون مع لوريال تبرعت بنحو 230 مليون دولار لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في عام 2019. وفي عام 2021 استحوذت على مؤسسة الشباب للشعب مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وهي شركة للعناية بالبشرة في كاليفورنيا، وتستخدم خلطات نباتية ومستخلصات السوبر فود. وتوقعت لوريال أن تحقق هذه العلامة التجارية مبيعات تزيد عن 50 مليون دولار في عام 2021. وبشكل عام حققت مجموعة شركات لوريال أكثر من 35 مليار دولار في عام 2021، ويعمل 85 ألف شخص حول العالم في متاجرها. وتعد بيتنكورت مايرز أيضاً رئيسة المؤسسة الخيرية لعائلتها، والتي تدعم دور فرنسا في مجالات العلوم والفنون. ومنذ عام 2021 احتفظت المليارديرة والوريثة الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز بلقب أغنى امرأة في العالم للعام الثالث على التوالي، بثروة صافية تبلغ 80.5 مليار دولار، بزيادة تقدر ب 5.7 مليار دولار عن عام 2022. وتعد مايرز واحدة من 337 امرأة فقط في قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2023، وهن يشكلن 13 فقط من قائمة الأثرياء التي تضم 2640 مليارديرة. وقد حققت الشركة التي أسسها جد مايرز منذ أكثر من 100 عام إيرادات بلغت 38.2 مليار دولار في عام 2022، ويعمل بها آلاف الأشخاص. كما ارتفع سهم لوريال بنسبة 12% خلال عام 2021، وذلك بفضل الطلب القوي والذي أدى إلى أرباح أفضل من المتوقع ومبيعات قياسية لنفس العام.
وتتضمن العلامات التجارية الخاصة بلوريال بعض من منتجات العناية بالبشرة والمكياج الرائدة، بما في ذلك كيلز وميبيلين. وتواصل مايرز تنمية ثروة العائلة منذ أن احتلت مكانة والدتها في قائمة أثرياء العالم. وفي نهاية ديسمبر من عام 2023 تعرف العالم على أول امرأة تبلغ ثروتها 100 مليار دولار، حيث قفزت أسهم شركة لوريال، وذلك وفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، لتحتل فرانسواز بيتنكورت مايرز المرتبة 12 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، إلا أن ثروتها تظل أقل بكثير من ثروة مواطنها الفرنسي برنار أرنو، مؤسس شركة LVMH مويت أنيسي لوي فيتون، الذي احتل المركز الثاني في التصنيف العالمي بقيمة 179.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر من نفس العام. وقد أدت الهيمنة الفرنسية المتزايدة على تجارة التجزئة الفاخرة إلى ظهور العديد من العائلات فائقة الثراء، بما في ذلك العائلة المالكة لشركة إرمز إنترناشونال، والتي جمعت أكبر ثروة عائلية في أوروبا، والإخوة فيرتمير الذين يمتلكون شانيل. وعلى الرغم مما حدث في الأعوام الأخيرة بسبب وباء كورونا، إلا أن شركة لوريال قد شهدت نمواً سريعاً في العقد السابق للوباء، لكنها تأثرت بشكل سلبي خلال الأزمة الصحية، وهو ما أعقبه انتعاش سريع مع إقبال المستهلكين على شراء السلع الفاخرة، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 35% هذا العام. حيث يقول بريت كوبر المحلل لدى شركة كونسيومر إيدج ريسيرش إن أسهم الشركة قد ترتفع بنسبة 12% إضافية خلال العام المقبل، حيث أظهرت منتجاتها وتنوعها الجغرافي مرونة كبيرة، وتحافظ بيتنكورت مايرز على خصوصية حياتها، وتتجنب الحياة الاجتماعية الفاخرة والتي يسعى إليها العديد من أثرياء العالم، كما أصدرت كتابين هما دراسة من 5 مجلدات للكتاب المقدس وسلالة الآلهة اليونانية، وتشتهر بعزفها على البيانو لعدة ساعات يومياً. ولكن ما سر نجاح بيتنكورت مايرز؟ وهناك بعض النصائح التي وصت بها فرانسواز، والتي تقول فيها: اعرف قيمة وقتك. فترى فرانسواز أن الوقت أعظم مورد، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن العودة إليه، ولذلك ترى أنه لا بد من إعطاء الأولوية لحياتك وعملك. وتوصي بأن تكون فضولياً، ففي بداية حياتها كانت فرانسواز تدعو للتمسك بمدرسة فكرية صارمة معروفة في العديد من دوائر ريادة الأعمال، وتعرف بالتمسك بما تعرفه، وتدعو إلى عدم الاستثمار أو تجربة ما لا تعرفه. وبعد أن عاشت فرانسواز سنوات عديدة أصبحت تؤمن بالعكس من خلال الحفاظ على عقلية متفتحة للأفكار الجديدة. كما يجب عليك السيطرة على أفكارك، فمعظم دروس وعبر فرانسواز جاءت من حالات الفشل والنكسات والهزائم، ورغم كونها مؤلمة فإنها تقول إنها السبب الرئيسي لتطوير الوعي الذاتي لها. وفي المقابل تعتقد فرانسواز أن الغموض قد يؤدي إلى تضييق نطاق التفكير ووجهات النظر، وبالتالي تفوت على الأشخاص العديد من الفرص الواعدة. ولقد كانت هناك أحداث متصاعدة في حياة فرانسواز مايرز، وبخاصة في الفترة الأخيرة قبل وفاة والدتها بوقت قليل، ودخولها في صراع كبير بينها وبين عدد من الأشخاص الذين ادعت أنهم استغلوا الحالة الصحية لوالدتها ليليان. ولكن بالرغم من ذلك لم تتراجع فرانسواز أو يختل توازنها أو ينعكس ذلك على إدارتها لشركة لوريال، بل كانت النتيجة مفاجأة للجميع، لتحتل فرانسواز الترتيب 11 في مجلة فوربس لأغنياء العالم. وربما يكون ذلك بسبب اهتمامها الكبير بعملها بشكل أكبر من كل شيء، حتى مظهرها الخارجي والذي ينتقدها الجميع بسببه، وبسبب إهمالها لصورتها الخارجية
فهي صاحبة أكبر علامة تجارية في مجال مستحضرات التجميل، فكيف لها أن تظهر بمظهر سيدة بسيطة ببدلة كلاسيكية ومظهر يخلو من أي اهتمام؟ ولكن في النهاية نحن نتحدث عن المرأة الأغنى في العالم، والسر يا عزيزي يكمن في الاستمرار والمحافظة على النجاح. فالعديد قد ينجح، ولكن الاستمرار والتطور هو سر الثراء. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا، ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالرحلة التي قدمناها لكم. فلا تفوتوا فرصة متابعة كل جديد، فقد قوموا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في وثائقي آخر.